كل سنة وحضراتكم طيبين. أنا اسمي طارق سالم ودرس الغدد الصماء والسكر في كلية الطب جامعة اسكندرية. كنت حابب أكلم حضراتكم عن صيام مرضى السكر فوق سن 65 سنة. بالنسبة لرمضان المفروض الواحد لما بيشعر بالعطش ده معناه ان هو عنده جفاف، فالعطش هو المؤشر بتاعنا نعرف ان عندنا جفاف، فالواحد يشرب مية، فلما يشرب مية فيقضي على الجفاف اللي في جسمه، وده موجود للناس اللي تحت سن 65 سنة. اما الناس اللي فوق كبار السن اللي فوق سن 65 الميكانيزم ده مش بيبقى موجود زي الصغار، وبالتالي المريض السكر اللي فوق سن 65 سنة ممكن يبقى عنده جفاف في جسمه وما يشعرش بالعطش. لما نضيف الصيام له كمان هنا بقى بتكمن الخطورة، ان المريض مش هيشعر بالعطش فده يؤدي الى زيادة الجفاف، فيؤدي الى جلطات زي جلطات المخ وجلطات القلب وجلطات الساقين وجلطات الرئة، دي لها مشاكل كتيرة جدا. زائد ان الصيام في المرضى كبار السن ممكن يستهلك من عمر الاعضاء الداخلية زي وظائف الكلى، وبيأثر على الدورة الدموية الطرفية في الرجلين، فلو حد عنده مريض قدم سكري مش المفروض ان هو يصوم، لان ده هيأثر على القدم عنده جدا وممكن يعرض القدم بتاعه لخطورة البتر لا قدر الله، زائد ممكن يؤدي الى مشاكل كبيرة جدا في الكلى. وبالتالي انا بنصح مرضى السكر فوق سن 65 سنة ان هم لازم يروحوا للطبيب بتاعهم قبل بداية رمضان عشان الطبيب يعمل تشيك اب على صحتهم ويقرر اذا كان الصيام امن ليهم ولا لا. شكرا.